السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه سلايدر، الموقع ده جميل، بيقدر يساعدك على التعديل في الصور او ان انت تعمل صور جديدة بالشكل ده. طيب خلينا نقول له نيو بروجكت ونبدأ مشروع جديد. هو الموقع جميل وسهل وكل حاجة، يمكن مشكلته بس ان هو مش موجود على الموبايل، مش موجود تطبيق على الموبايل. ان شاء الله يعمل واحد قريبا. هو بيديك 200 نقطة في الشهر، فلما بتخلصه ممكن تستنى بقى الشهر الجاي او تعمل حساب جديد او تبدأ ان انت تشتري منهم نقط اكتر لو انت محتاجها في الشغل بتاعك. اول حاجة بيقول لي اسم المشروع اللي انت عايزه والمقاس بتاعه، تقدر تختار من هنا او تكتب الرقم اللي انت عايزه من هنا. فبيقول لي اختار الصورة اللي انت عايز ترفعها، تقدر تعمل import image او text to image، تبدأ تختار الحاجة اللي انت عايزها وتختار الستايل اللي انت عايزه. واقول له مثلا ونبدأ نشوف. طبعا في ادفانسد لو انت عايز نيجاتيف برومت، نيجاتيف برومت يعني بقول له ان في حاجه عايز اشيلها من الصوره او في حاجه مش عايز تبقى موجوده في الصوره. يعني ممكن اقول له لا ما تحطليش كراسي، ما تحطليش ترابيزات، كلمات هتبقى تستثنى من تصميم الصوره. فهو عمل لي اربع صور، تقدر تختار اي صوره او يبدا ان هو يحطها لك هنا. وممكن تقول له انا عايز اعدل عليها، فتبقى الاساس بتاعي في التعديلات. ممكن اعلم على الاربع صور واقول له حطهم لي في الكانفا، بيتحطوا على لير مختلفه، تقدر تخفي مثلا اول واحده يظهر لك الثانيه وهكذا. وتقدر تقارن وتبدا تشوف اني واحده فيها اللي انت ناوي ان انت تكمل وتلغي الباقي. مثلا عجبتك ديت فتقدر ان انت تلغيها. دي النقطة اللي عندي، 200 نقطة في الشهر. طيب ممكن ارفع صورة كمان هنا، او ممكن اقول له import image وارفع صورة من عندي من على الجهاز. ممكن image to image يعني في صورة معينة هبدأ اشتغل عليها واختار الستايل واكتب بقى التكست اللي انا عايز اطبقه على الصورة. تمام، واقول له التزم بأني واحدة فيه اكتر، يعني التزم بالبرومت اكتر ولا بالصورة اكتر. تمام، فتقدر انت تحدد انهي واحدة فيهم اللي هلتزم بيها اكتر. في جنريتيف فيل، جنريتيف فيل يعني ايه؟ يعني الصورة نفسها عايز ان انا اديها او اغير حاجة معينة، يعني مثلا الجزء ده مثلا عايز ان انا اغيره، عايز تخلي هنا فيه تيبل مثلا معين او ممكن برشة اهو، الاتنين ينفع تتعدل بيهم اهو، عايز تخلي هنا مثلا اي حاجة تيبل مثلا. تلتزم بالبرومت ولا بالبالانس ولا بالايمج، تقدر تعمل بالانس بين البرومت والايمج او الايمج اكتر. فهو بيبقى يعمل اربع اختيارات وتقدر ان انت تنزل الاربعة وتقارن بينهم او تختار واحدة فيهم زي ما نشوف دلوقتي ان شاء الله. فهو عمل لي الترابيزة دي، الترابيزة دي، الترابيزة دي، الترابيزة ديت. فتبدأ تشوف أنهي واحدة فيهم اللي عجبك أكتر. تمام، هنا بيعمل لي كومبير بينهم بحيث إن أنت تشوف أنهي واحدة فيهم اللي عجبك. هنا برضو، طيب بفرض إن هي دي اللي عجبك، هتقول له حطها لي هنا. فهو بيحطها على اللير جديد، لو عجبتك أكوي، لو ما عجبتكش تقدر إن أنت تحذفها. طيب إكسباند، ممكن تعدل بقى مقاس الصورة من هنا مثلا ومن هنا ومن هنا، وتكتب انت عايز ايه. يعني لو انت عايز حاجة معينة تقدر انت تحطها هنا، عايز مثلا تحط ابواب مثلا فتبدأ تظهر الابواب معاك، فيبدأ يعملهم لي بالصورة دي. يعني اللي في النص موجود زي ما هو، لكن هو بيتخيل لو الكاميرا العدسة بتاعتها اتغيرت هتيجي ازاي. هنا بيبقى فيه صورة لشخص، فهو يبدأ ان هو يبدل صورة بصورة تانية، هو اوتوماتيك بيبدأ تديله صورة تانية ويبدأ ان هو ياخد الصورة ويعمل لها ريبليس. انانسي يبدأ يحسن لي الصورة، يبدأ يعمل تباين بين الصورة وهكذا.
ويبدأ يديك اختيارات للتحسين. لو الصورة حلوة ممكن تبوظ، لكن لو الصورة بايظة بيبدأ ان هو يعرف يحسن فيها. طبعا دي ادوات الموف، الهاند اللي تساعدك في التحريك لو انت عايز تضيف تكست، نعم لو انت عايز تعمل بروش وترسم براحتك بيديك صورة كده تقدر ترسم فيها اللي انت عايزه. طبعا دي لير، ممكن تقول له احذف لي الخلفية لو انت عايز، او ريموف اوبجكت لو في عنصر عايز ان انت تشيله. طيب بعد ما خلصت هتقول له بقى ان انت عايز تعمل اكسبورت. انا دوست اكسبورت، عايزها بي ان جي الاب سكيل لو انت عايز تكبرها، هيبقى فيه ووتر مارك لان احنا ايه شغالين ببلاش، فالووتر مارك اللي هو اللي تحت الصغير الخفيف ده، ده لو مضايقك تقدر انت تحذفه. ممكن تنزله وتروح قاطع حتة صغيرة كده فواتير، او تخليها براحتك يعني. تقدر تعمل داونلود للصورة بالبي ان جي او الجي بي جي، وتقدر تعمل سكيل تو اكس، انما الثري والفور ده لازم يكون بفلوس.